تقول يوجد عندنا عادات، إذا تزوجت الفتاة تشترط لوالدتها مقدارا من المال وتبقى عند أهلها لفترة من الزمن، ثم تقوم الأم بشراء عفاف بقدر المال الذي أخذته من زوج الابنة، وتقيم حفلا كبيرا ثم تذهب ابنتها لزوجها. سؤالي، هل يجوز الحفل الذي يقام عند الزواج بدلا من ليلة الزفاف؟ وهل يجوز اشتراط المال لشراء العفاف الفخم عند الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إقامة الوليمة مناسبة الزواج مشروع، قوله صلى الله عليه وسلم للمتزوج أو لم ولو بشاف، ولفعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج صنع طعاما ودعا الناس إليه. فالوليمة مناسبة الزواج مشروعة مستحبة، وهي من إعلان النكاح، وفيها شكر لله سبحانه وتعالى وإظهار للسرور في الزواج، وفيها تطيب لخاطر أهل الزوج وأهل الزوجة، فهي خصلة طيبة وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير إسراف، من غير تبذير، وأن يكون الطعام الذي يصنع بقدر ما يؤكل، لا يكون فيه إسراف وإهدار للمال وبلخ وشرف. وكذلك لا بأس أن يشترط على الزوج من المال ما يشترى به الأثاث للبيت، أو يشترى به ما تتجمل به الزوجة من الحلي والثياب، لا بأس بذلك، إلا أنه لا يبلغ ذلك إلى حد الإسراف في الأثاث أو الإسراف في الحلي أو الإسراف في الثياب، وإنما يكون هذا بصفة معتدلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.